ايه اللي حصل في عمارة رشدي؟ اشهر عمارة مسكونة بالاشباح في مصر. عمارة رشدي تعتبر اشهر عمارة موجودة في اسكندرية، ومن وقت بناها لوقت قريب ومش بعيد كنت تسمع عن القصص المرعبة اللي بتحصل فيها، والى يومنا ده لازال لغز وسر العمارة دي غير معروف لدى اهل اسكندرية. ايه القصة وايه الحقيقة من بدايتها لحد ما اصبحت اسطورة للرعب والخوف في اسكندرية؟ السلام عليكم. بدأت قصة عمارة رشدي لما راجل يوناني ثري قام ببناها في عام 1961، ويقال ان بناها اخذ حوالي 5 سنين وانفق عليها فلوس كتير قوي وقتها. عاش الراجل اليوناني ده مع زوجته واولاده في العمارة مدة 2 سنين فقط، بعدها انقلبت حياتهم رأسا على عقب وبدأت بوادر لعنة عمارة رشدي تظهر. فبالنسبة للاب واولاده خرجوا للصيد في احد الايام ولم يعودوا من ساعتها، ويقال انه غرقت بيهم المركب اللي كانوا بيصطادوا بيها. اما عن الام فلم تتحمل انها تفضل في العمارة يوم واحد، فقامت ببيعها لاحد التجار اللي قفلها قبل ما يقرر ان هو يأجر الشقق بتاعتها، وتغلق عمارة رشدي لاول مرة من ساعة ما اتبنت. وبعدها بفترة قصيرة ينزل اعلان عن ايجار الشقق اللي في العمارة، وخلال ايام قليلة كانت الادوار الاربعة قد تم تأجيرها لاربع اشخاص، وتبدأ قصص لعنة العمارة. الدور الأول، الرجل اللي أجر الدور الأول من العمارة كان رجل طيب ومعروف بحسن خلقه. اتحرق الدور اللي موجود فيه بالكامل ومات فورا في الحريق. باقي سكان العمارة اعتقدوا انه حادث عادي عن طريق الصدفة، لكنهم كانوا غلطانين. أما عن الدور الثاني فكان من نصيب دكتور مأجره عشان يعمل عيادة خاصة، وفعلا قام بتجهيز المكان. لكن في يوم الافتتاح وهو في طريقه للعيادة الجديدة انقلبت عربيته ومات الدكتور في الحادثة. الدور الثالث، الست اللي سكنت الدور الثالث كانت ست كبيرة عمرها 50 سنة تقريبا، وسافر أولادها برا مصر، فقررت انها تأجر في العمارة. وبعدها بأيام قليلة بدأت أخبارها تنقطع عن باقي السكان وانها ما خرجتش من 3 أيام. علشان كده قاموا باقتحام شقتها ووجدوها جثة متعفنة، ولم يعرف إلى الآن مين اللي موتها وإزاي ماتت. أما عن الدور الرابع فكانت من نصيب عروسين جداد، وفي الليلة الأولى ليهم شافوا اللي ما يتوصفش لحد. في الليلة دي شافوا الدم على الحيطة في منظر مخيف، فجريوا ناحية الباب لقوه مش موجود، ومكانه راس مفصولة عن جسم وكانت بتضحك بصوت غريب، وبدأت كل الأبواب والشبابيك تختفي من قدامه، وفي الآخر فقدوا وعيهم. صحي تاني يوم الصبح لقوا نفسهم عريانين في وسط الشارع. وفي محاولة من أصحاب العمارة لفك اللعنة طلبوا شيوخ لقراءة القرآن، وفعلا جاء الشيخ الأول اللي قرأ آيات قرآن في العمارة، لكن ما حصلش أي حاجة. فطلبوا شيخ تاني وتالت ومفيش فايدة، لحد ما جاء شيخ حاب يثبت إنها دي كلها أكاذيب، فقرر إنه يبات في العمارة كام يوم، وفعلا ما ظهرش أي حاجة في البداية. لكن في اليوم الخامس لقوه في الشارع بدون ملابسه وجنبه العفش بتاعه، وما نطقش بعدها ولا كلمة، والأغرب إنه مات بعدها بكام يوم، ليتم غلق عمارة رشدي بعدها للأبد بسد أبواب العمارة بالطوب الأحمر، إلى أن تم اقتحام عمارة رشدي بعد ثورة يناير والكشف عن اللغز اللي فيها. والحقيقة إنه ما كانش في دليل على وجود أي حد قبل كده في العمارة، وده يدي احتمال إن القصص دي كلها مجرد خرافات، لكن ممكن تكون حقيقة محدش عارف. وحاليا تم تجديد العمارة بالكامل من قبل شركة عقارات مشهورة لتصبح أشهر عمارة في اسكندرية مرة تانية، وفي انتظار السكان الجداد، ونشوف هل هيكون في قصص تانية هنحكيها لأولادنا عن عمارة رشدي، ولا دي هتكون نهاية أسطورة عمارة رشدي.